مساء الخير، أهلا بكم في أحوال الطقس. شهد طقس اليوم سحبا عابرة بأغلب المناطق، الريح جنوبية غربية بالشمال والوسط، قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر كان مضطربا فقليل الاضطراب. أما درجة الحرارة لهذا اليوم كانت بالعاصمة 16 درجة، 16 درجة بنابل، 14 درجة بجندوبة، 13 درجة بالكيف و17 درجة بتطاوين. التوقعات الجوية اليوم الجمعة طقس مغيم بأغلب الجهات، كثيفة السحب بالشمال مع أمطار متفرقة، الريح جنوبية غربية ثم شمالية غربية قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية داخل البلاد. البحر يكون مضطربا فشديد الاضطراب. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا سماء مشمسة مع سحب عابرة بأغلب البلدان، مغيمة مع بعض الأمطار القليلة بعنابة والرباط. درجة الحرارة تكون بالقاهرة 20 درجة، 17 درجة ببنغازي، 18 درجة بطرابلس، الجزائر 14 درجة و15 درجة بالدار البيضاء. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية، حرارة مرتفعة، شمس مشرقة وسماء صافية بكافة البلدان الخليجية مع سحب كثيفة ببقية البلدان وأمطار متفاوتة بالشمال. درجة الحرارة تكون 34 درجة بمكة المكرمة، 32 درجة بالرياض، 27 درجة بالكويت، 15 درجة بدمشق و14 درجة بالقدس. مروراً إلى أوروبا، حرارة مستقرة، تتقلص حدة برودة الطقس وسط وجنوب القارة، أجواء مشمسة مع سحب عابرة بسواحل البحر الأبيض المتوسط مع غيوم وثلوج كثيفة ببقية البلدان. درجة الحرارة ستكون 4 درجات ببراغ، 5 درجات ببودابست، 4 درجات بفارسوفيا، درجة واحدة بكييف و5 درجات بأنقرة. وصولاً إلى شمال أمريكا، أمطار غزيرة بموريال ونيويورك مع سحب رعدية بالمكسيك. درجة الحرارة تسجل 11 درجة بواشنطن، 10 درجات بنيويورك، درجتين بموريال و15 درجة بسان فرانسيسكو. التوقعات الجوية للأيام الثلاثة القادمة بتونس، طقس بارد وكثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط وثلوج خفيفة بالمرتفعات. الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب. أما درجة الحرارة الجمعة بين 12 درجة و19 درجة، يوم السبت بين 8 درجات و14 درجة، ويوم الأحد بين 8 درجات و13 درجة. غدا الجمعة 13 من جانفي يكون الشروق على الساعة 7:31 دقيقة والغروب في 5:25 دقيقة. صورة الشروق أرسلتها لنا رغدة المالكي من راس الجبل، أما صورة الغروب فتصلنا من قرقنا لرامي الشيخاوي. أوقات الصلاة اليوم الغد تكون كالتالي: الصبح في 6:00، الظهر منتصف النهار 35 دقيقة، العصر في 3:05، المغرب في 5:27 دقيقة، أما العشاء ففي 6:56 دقيقة. ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام التاسعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.